جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: يضطر الشخص إلى الذهاب إلى المعالجين بالقرآن، وقد ذهب أخي وتبين بأن ذلك الرجل دجال ولم يكن لديه علم، ماذا يفعل للتكفير عن عمله وذهابه إلى تلك الدجالين؟ أخطأ في هذا، ولا يسأل ولا يذهب إلى واحد مجهول، يسأل الناس أهل العلم، يسأل الذين عندهم معرفة بدين الرقاة واعتقاد الرقاة وعلمهم بالرقية، يسأل ولا يذهب إلى كل من يقال أنه راقي وأنه يرقي، لئلا يقع في مثل ما ذكره السائل. نعم.